السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل لكم اليوم تغطية معرض دبي الدولي للسيارات الجزء الخامس. عندنا الحين منصة تايوتا تجهيزات وتعديلات اكستريم. خلوكم معي. بعد عسى ما لكس الابيض. في الابيض ذهبي. الي تعديل اكسسوار ياباني في فلبن. لا انا بيجي حق البر ها. يا عيني قسم لاند كروزر قسم تايوتا. شغل ما شاء الله. هذا الهايلكس هذه 6 سلندر. هذا برادو 2018. هذا هايلكس 6 سلندر معدل. صورت لكم انا من قبل. والتعديل هذا شكل تعديل حق ثلج. ما يصلح عندنا هذا. اكستريم تعديل هذا حق اكستريم. ايوه سلامات. اما كاربون فايبر شوف تعديل كامل من قدام الصدامات الواجهة الامامية بالكامل والكشافات شوف كبر ما شاء الله الواحد كبر نفسه وينش كله تعديل كامل. شوف شوف عيال الهواء من وين جاي. الهواء ليين من جهتين. لا والله اربع. كل كفر فيه لي هواء. لانه بعذره وش بينفخن الكفرات هذولي. وحاطين لهم مقصات. يا حبيبي. الرفارف شكل كاربون فايبر معقولة. ايه سبير علاقة ثلاجة وين يبرحون هذولا. هذول صار معك زي هذا يمكن تقدر تقطع قلب حرق الطوع. شوفوا شوفوا هذه السياره بالفيديو. شوفونها يا عيني يا عيني. شاشات خلفية مركبة. بس جو العالم وانا ما خلصت. هذه مصورها لكم برا. نزل لكم عيني كلها كاربون فايبر تخشيب. يه كم سعرها هذه؟ معليش كل هذه ترون شكل كل الكشاف الوينش والله ما هو سهل للي
حتى السقف معدلينه. طبعا 6 سلندر هي. شوف شوف الشاشه، الشاشه العاديه بس شوفوا فيها شيء تحت، وفيها دفلك بعد شوفوا اللي بجنب زر فاصل منع انزلاق. وتخشيب الكربون فايبر متعوب عليه، شكله غالي الموتر. شوف كم سعره. يا عيني كل كفر له عيار. بس ما ادري احس التعديل هذا ما يصلح عندنا بالخليج، ولا ايش رايكم؟ هذا موتور الهواء، شوف كل كفر مصلين له موتور. كم قوة الاحسن معدلين على الماكينة ولا لا؟ الباور سيفن سويتش اوسيليتر سويتش بيوتيفول جود ثانك يو. سوبر تشارج يو اوبن ذا دولت بيت هيفي اس وين افتر شو جيت سوبر تشارجر ايه كارنلي جست في 6 فور ليتر 6 وير ويت سوبر تشارج افتر شو افتر نو تايم بيفور شو يقدرون يركبون عليه سوبر تشارج. طبعا هذه المواصفات هي الماكينة الست سلندر العادية اللي نزلت القوة الأحسن 235 حصان والعزم 380 الجير يطولين العمر ناقل الحركة 6 سرعات ويقدرون يركبون عليه سوبر تشارج. شوف المواصفات تعديلها اللي هو اكستريم. شوف هذه المواصفات موجودة جلست ان شاء الله بكمل لكم بكره الصبح زين، لان المشكله من بعد العصر تصير زحمه، يصير زحمه المعرض، فكمل لكم ان شاء الله بكره الصبح. هذا اللي شفت التويوتا اللاند والاف جي المعدل، هذا هم اللي صورناهم قبل شوي. هلا اوريكم يا عيني والله اني تعبت